بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في قناة طبية مع برافوتين. برافوتين أكياس لعلاج الأنيميا والوكام الالتهابات. برافوتين يستعمل استعمالات كثيرة لاحتوائه على مادة اللاكتوفيرين. هو عبارة عن بروتين مهم جدا يتواجد في حليب الأم وحليب الأبقار، وهو من البروتينات اللي بتساعد الجسم بشكل كبير في امتصاص الحديد من الطعام ونقلها للخلايا الحيه في الجسم، وهو فعال جدا في علاج فقر الدم الانيميا، وعنده استعمالات كتير جدا. البروتين الاكياس لعلاج الانيميا والوقايه من الالتهابات. اول حاجه هنتكلم عليها ما هي مكونات بروتين. يحتوي بروتين على ماده فعاله تسمى لاكتو فيرين، عبارة عن بروتين مستخلص من حليب الأبقار، يعمل على تدمير أي بكتيريا ضارة، تعزيز مناعة الجسم، الوقاية من العدوى. هذه المادة موجودة في حليب الأم أيضا. ما هي دواعي استعمال برافوتين أكياس؟ طبعا برافوتين أكياس له كثير من الاستخدامات بتعرف عليها في الكلام التالي. أول حاجة يستعمل في علاج ألم المعدة، يستعمل في علاج قرحة المعدة وقرحة الأمعاء، يستعمل في التخلص من الإسهال، يستعمل في علاج التهاب الكبد الفيروسي، هو مضاد للسموم، يقي الجسم من الالتهابات البكتيرية والفيروسية، يزيد من قدرة عمل جهاز المناعة في الجسم للوقاية من الأمراض، يعمل كمضاد للأكسدة، فعال جدا في التخلص من مشكلة الأنيميا وفقر الدم، مفيد في التخلص من مشكلة الضعف والوهن العام في الجسم، ومن الأدوية الفعالة لمرضى القلب، ومناسب جدا لممارسي الرياضة. من الممكن أن يجي له في علاج فيروس الروتا. بالنسبة لكورونا برافوتين الكورونا، بيتساءل كثير عن مدى استعمال برافوتين في علاج الكورونا، وهو عبارة عن أكياس تحتوي على 100 ملي جرام من بروتين يعرف باسم لاكتوفيرين، ويساعد على التحكم في تكاثر الفيروس وإبطاء انتشاره في الجسم ورفع كفاءة الجهاز المناعي له لدى من يتناوله، ويقلل مستوى اللانت انترولوكين، ويساعد على تخفيف أعراض الإصابة بالمرض الخطير اللي هو خاص بالانترولوكين، ويحسن البروفيتين من مستوى السيرم فيريتين في الدم، وده بيقلل من فرصة الإصابة، وطبعا لازم من تناوله للوقاية من المرض. بالنسبة لفوار بروفيتين للشعر، يحتوي فوار بروفيتين على عنصر حديد مفيد في نمو الشعر، ويعتبر عامل مساعد في علاج مشاكل الشعر المختلفة. بالنسبة للأطفال، يستعمل برافوتين مع الأطفال للتخلص من مشكلة فقر الدم عند الأطفال من خلال تناول الجرعات على حسب السن، والجرعة حددها الطبيب لمدة معينة. بالنسبة للرجيم، برافوتين طبعا لا يساعد على فقدان الوزن، ولكنه يجعل من يتناوله يفقد الشهية إلى حد ما، ويقلل من تناول الطعام، ولكن طوال فترة العلاج فقط. طول ما المريض بيتناوله بيسد نفسه شوية عن الطعام. بالنسبة لجرعة برافوتين أكياس، لابد أن يقوم الطبيب بوصف الجرعة المناسبة حسب حالة المريض وسنه. الجرعة المعتادة هي عبارة عن كيس واحد من الدواء مرتين في اليوم، ويتم إزالة محتويات الكيس في ربع كوب من الماء، ويتم تناوله قبل الوجبة، ويجب الالتزام بالجرعة المسموح بها للمريض من قبل الطبيب المختص، وذلك لتفادي وجود او حدوث مضاعفات. بالنسبه لعلاج الانيميا، جرعه برافوتين لعلاج الانيميا، الجرعه للاطفال اقل من عمر سنه، يتم تناول نصف كيس واحد جرام مره في اليوم. الجرعه من سنه لثلاث سنين يتناول كيس 2 جرام مره في اليوم. الجرعه للاطفال اكبر من ثلاث سنين كيس واحد مره في الصبح ومره في المساء. جرعه الكبار كيس مرتين في اليوم. الجرعه للحامل تناول كيس في الصباح واخر في المساء لمده شهر واحد فقط. المرضع تتناول كيس واحد مره في الصبح ومره في المساء. الجرعه لعلاج الانيميا الحاده يتم تناول 4 اكياس معا من خلال اذابته في ربع كوب من الماء او اللبن على الريق لمده لا تقل عن 2 اسابيع، ثم يتم تناول بعد ذلك كيسين يتم اضافتهم لربع كوب من الماء على الريق لمده شهر.
من الأفضل تناول الدواء قبل الأكل بحوالي ربع ساعة إلى الأعراض الجانبية لبروفيتين أكياس. ما ممكن أن يعاني مستعملي بروفيتين من بعض الأعراض الجانبية ومن بينها إمساك وفقدان شهية وإسهال شديد في حال زيادة الجرعات وطفح جلدي. وعلى الرغم من ذلك فإن تلك الأعراض النادرة في الحديث تكون المادة الفعالة في الدواء من المكونات الرئيسية لحليب الأبقار، ولكن يجب تلقي الحذر الشديد عند استعمال العقار. وفي حالة ظهور أي من الأعراض الجانبية السابقة ذكرها يجب التوجه للطبيب المختص. ما هي موانع استعمال بروفيتين أكياس؟ طبعا الدواء آمن جدا من حيث الاستخدام ولا يتسبب في أي مشاكل تذكر للمرضى الذين يعانون من أمراض مختلفة. وبالنسبة للحوامل والمرضعات فالدواء آمن جدا عليهم من حيث الاستعمال. حوار بروفيتين للحامل يمكن تناوله للتخلص من الانيميا وتعويض الجسم من نقص الحديد والجرعه، تكون عباره عن مرتين في اليوم لمده شهر كامل. بالنسبه للرضع يمكن للرضع تناوله ولكن الجرعات مختلفه حسب السن. بروفيتين لمرضى السكر يمكن لمرضى السكر ان يتناول هذا الدواء فهو لا يتعارض معهم ويعتبر مكمل غذائي يحتوي على عناصر غذائيه وفيتامينات مفيده للجسم. اضرار بروفيتين تتمثل اضرار بروفيتين في الاعراض الجانبيه اللي بتظهر على من يتناوله، هي هذه الاعراض من اهمها امساك واسهال او اسهال، وقد يظهر بعض طفح جلدي على الجلد بالاضافه لفقدان شهيه من الممكن ان يتسبب في احداث بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي عند تناوله لاول مره. بالنسبه لسعر بروفيتين طبعا هو سعر غالي شويه. بروفيتين 100 ملي جرام 7 اكياس هو 55 جنيه. بالنسبه لبروفيتين 100 ملي جرام 14 كيس 85 جنيه. بالنسبه لبروفيتين 100 ملي جرام 30 كيس 165 جنيه. هل بروفيتين يزيد الوزن؟ الاجابه لا، يساعد بروفيتين على زياده الوزن ولكنه يحمي من الاصابه بفقر الدم. استعمال بروفيتين مع حبوب الحديد، لا يجب تناوله مع حبوب الحديد لانه بديل لحبوب الحديد، فهو بيؤدي نفس الوظيفه مع حبوب الحديد. في نهايه الفيديو ارجو ان انتم تكونوا قد استفدتم، وارجو من حضراتكم دعم القناه بالاشتراك في القناه وضغط لايك وتفعيل الجرس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.